السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هالنهار غادي نقدم واحد الموضوع في الحقيقة اللي هو ضروري أن كل مربي يكون عارفه، موضوع يعني تكلموا عليه، تكلمت عليه حتى أنا في شي فيديوهات ولكن ما ركزتش عليه، ألا وهو الأرانب والحسد. يعني كاين اللي كيكون عنده موت الأرانب وما كيعرفش، يعني كيموتوا له بدون سبب رغم استعمال الأدوية. إذن للتكلم على هذا الموضوع في الحقيقة غادي نقسم لكم على ثلاثة، على حسب أربعة ديال المواضيع غادي نقسمها لكم في عناوين، وغادي نهضروا على كل عنوان على حدة. كاين أول حاجة وهو حسد النفس لنفسها، يعني شي واحد اللي كيحسد الأرانب ديالو هو نيت. وكاين الحسد الداخلي للإنسان، وكاين الخوف، وكاين الأمراض الفيروسية. إذن غادي نهضروا على أول حاجة من هاد العناوين. أول حاجة وهي الحسد، يعني حسد النفس لنفسها، وهو بمجرد يعني نجاح المشروع والزيادة في الإنتاج والإقبال، والمهم الواحد كيشوف راسه بدا كي كيدخل مزيان، وهذه سمو كيوقع له كيبقى يهضر مع الناس والجيران والأحباب في هذه المواضيع. ولكن هذه المواضيع سمو كيوقع فيها، ملي كيبقى يهضر مع الناس كيجلب لنفسه واحد النوع من الحسد، يعني هو راسه انه كيحسد هذاك السلعه اللي عنده. هادو كنكونوا متاكدين ان الانسان اللي كيكون عنده واحد المشروع بحال هكا يحاول ما يبقاش يهضر عليه. وكاينه قضيه هذا النوع من الحسد، واخا ما يشوفوش الناس، يعني انت غير بديتي كتهضر عليه والناس يعني ما شافوش هذاك الشيء، كون متاكد ان ديك الارانب كيبداو يموتوا واحد تلو الاخر بدون اي سبب ورغم استعمال الادويه. هذه كونوا متاكدوا منها، يعني النقطه هذه راه مهمه بزاف، ان ما تفرحش بزاف لهذوك الارانب وتقول باللي مثلا راني هذا الشيء راه دائم ولا لا. ديما خلي الفرحه ديالك، ديما فكر انك غادي هذاك الشيء غادي تطوره وتزيد القدام والقدام ان شاء الله. كاين عاوتاني الحسد الداخلي للانسان، يعني الغريب، ماشي حنا هضرنا على النفس ديال، اما دابا حنا كنهضروا على الانسان الغريب، يعني وهو الى مشيت هاد الارانب هادو دخلتي عليهم الغريب باش يشوفهم. كذلك بمجرد هذاك النظر اليهم هو غادي يشوفهم، ورغم ان هذا الانسان انت ما كتشوفش فيه العلامات ديال الحسد، ما كتبانش فيه العلامات ديال الحسد، يعني ما يقدر يبقى يقول تبارك الله وهذه وهذه، ولكن هو راه كيحسدهم وكيغير منك يعني داخليا، واخا ما يبينلكش راه واخا واحد اللمحه صغيره ديال 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 الحسد راها كتخسر هاد الارانب وكيبداو عاوتاني كيموتوا. الله يحفظ. كاين قضيه واحده اخرى، كاينه ديال الخوف، يعني هاد الارانب ديالك راه كتكون مولفه عليك، يعني بحالاش مولفه عليك، كتكون مولفه عليك انت ومولفه على اهل الدار، يعني العائله ديالك. كن متاكد بمجرد ان غادي يتبدل عليهم الصوت ديالك والطريقه ديال المشي ديالك والطريقه ديال التعامل ديالك، غير غادي تبدل عليهم، غادي هما كتغير عليهم النظره ديالك نتايا وكيخافوا. سمو كيوقع هذاك الخوف كيولي عليهم، كيرجع عليهم الله يسر، يعني كيبقاو يموتوا. ان هذا موضوع من جهه. كاين واحد الموضوع اخر اللي هو في الحقيقه ميكانيزمي هذا الموضوع، وهو ماشي حسد، وانما هذاك الشخص اللي كيدخل عندك، ملي كيدخل عندك راه كيكون مثلا هو مريض بواحد الامراض مثلا اللي ممكن ان يضر الارنب وما كتضرش الانسان، ممكن انه الحذاء ديالو النعل ديالو يكون هز شي حاجه من برا وجا مدخلها لعند هذوك الارانب. ملي هما كي 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 كيشوفوا هذاك، ملي كيوصلهم هذاك الفيروس كونوا متاكدين ان كيبقاو يموتوا عاوتاني. كذلك يعني حذاري من ادخال الغريب على الارانب ديالك، يعني
يعني الجيران ولا اي واحد كتعرفه ولا هادي ولا ممكن عاوتاني كاين قضيه اخرى جاتني في لي كومونتير انك كيقول لك هو دابا حنايا السيد باغي يشري علينا واش ما ندخلوش يشوف هاد الارانب كي غادي نديروا معاه. كاينه واحد الحيله هي اسمها هي انك تصور هاد الارانب ديالك توزنهم وتشوف السيد باغي يشري لك تقول له مثلا انت يا اش بغيتي مثلا نيوزيلندي عندي نيوزيلندي عنده 3 شهور في كيوزن كذا القد والقد 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 وتعطيه معلومات. اما باش تدخل عندي لا انا خويا ما عندي العائله ولا هذه. المهم حاول انك ما تدخلش الغريب لعندك. اذا حذاري من هذا الانواع ديال الحسد لان هذا الارنب كيكون حساس ما كيقبلش انه واحد اخر يشوفه ويهضر عليه. المهم هما هاد الارانب حساسه للغايه. حاولوا انكم تعطيوها واحد لمحه ديال التغطيه ديال بحال ديك الشمعه اللي كتكون مضيئه ملي كتبغيها تبقى ان مضويه سمح خصك دير لها خصك تدرك لها الجوانب ديالها الا مشات توصلها البرد كونوا متاكدين ان مسكينه غادي تطفى ديك الشمعه. يعني انتوما حاولوا ان لا 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 يعني هاد الارانب ديالكم اعتبروهم كالشمعه انه ما يشوفهمش شي واحد اخر باش ما تطفاش. هذا هو الخلاصه ديال الموضوع ديالنا ديال هذا النهار. اذا هذه هي الحلقه ديالنا ديال هذا النهار الحسد ديال اللي كيوقع على الارانب. حاولوا انكم الارانب ديالكم ما توريهمش للناس ما تهضروش عليهم فرحوا بالمدخول ديالهم ولكن حاولوا ان ديك الفرحه تكون داخليه وقولوا ديما باللي راه حنا خصنا هاد الارانب ديالنا بلا حدود. يعني هاد النتوات خصنا نحتافظوا عليهم خصنا الذكر محدو هو كيكبر خصني ذكر واحد اخر ديما خصني في التجديد. يعني هذاك هاد الارانب ما عندهمش يعني حدود. ما تقولش بلي واحد النهار صافي راه ولا صافي راني عندي 4 نتوات راني نخدم بهم صافي ماشي مشكل. لا ديما اي مرحله خصكم تجددوا تبنيو كيجان اخرين تقادوا. اذا كان عندكم مثلا 4 يوليو 10 اذا كانوا 10 يوليو 20 ديما ما تفرحوش باللي صافي هذاك هذاك الدخل اللي كندخلوه راه صافي راه هذاك هو الدخل القار صافي راه مزيان كيدخل لي مثلا 1000 درهم ولا هادي صافي راني مزيان. لا فرحوا ولكن الفرحه تكون داخليه. حاولوا انكم ما تدخلوش الغريب ما تهضروش على هذاك الارانب ديالكم ماشي تشوفوهم صغيورين زوينين بحال كتبقى تقول سميتو اجي تشوف مثلا نخرجهم لواحد الجهه ويبقاو يشوفوهم الناس. كونوا متاكدين ان راه كاين واحد الكلمه سميتها الحسد عفوا وراها مذكوره في القران. في الاول كتكون غيره بسيطه ومن بعد كتولي حسد وذاك الحسد راه كياثر على هاد القنين هادو. حاولوا انكم ما توريهمش للناس. يعني الناس اللي عندهم تجربه في هذا الموضوع راهم عارفين علاش كنتكلم لان هذا الشيء راه مهم. هذه الحلقه راه مهمه ومهمه بزاف بالنسبه اللي باغي عاد يربي الارانب او بالنسبه للناس اللي محترفين وعندهم مزارع كبرى. لاحظوا ان كيكون واحد السور يعني كيدخل لهذاك المربي وما كاينش شي حد كيقدر يدخل باش يشوف هذاك الشيء خوفا من الامراض خوفا من الحسد خوفا من بزاف ديال الحوايج. كاين الناس اللي كيديروا القران. انا كنعرف الناس عندهم مزارع كبيره منين كتبغي تدخل. انا دخلت المزارع كبيره سمو كيديروا كيعطيوك ميكا بعدا كديرها على الحذاء ديالك كيعطوك ميكا ديرها على واحد النوع ديال 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 البلاستيك كديرو على الراس ديالك ليغات انك ما تقيش. وفي نفس الوقت ملي كتدخل كتسمع القران كيكونوا مخدمين القران شويه. المقال القران هو الدين ديالنا هو القران كيحمي هذيك راه بحال رقيه لهاد الارانب ديالنا انهم كي 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 كيسمعوا القران وكيكون داك الجو فيه واحد نوع ديال الصلاه وديال المهم كيكون واحد جو راقي. لما لا ما ديرلهمش شويه ديال القران واحد كويسيطا ولا سي دي ديال القران ويبقاو ديك الجو ديال يكون واحد جو روحاني. لما لا انكم ديرلهم تخلقوا لهم واحد جو روحاني. الا مشات هاد الارنب تصنت القران راه 100% راه كيرتاح لان القران كلام الله.
يعني هذه راني بالتجربه شفتها عند ناس ان تبارك الله راه عندهم يعني مزرعه كبيره، ملي كتدخل كتلقاهم شاعلين القران. يعني هذا واحد يعني خلق جو روحاني مول المزرعه، كتلقاه ملي كيوصل الصلاه كيمشي يصلي الصلاه ديالو، وداك الشيء منضبط. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، الحسد، حاولوا انكم ما تدرقوا هذا المخلوق الصغير الجميل، حاولوا انكم تخبيوه كشمعه باش ما يطفاش. الحلقه ديالنا راه سالات، الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، قناه زوينه، وتفرجوا في جميع الفيديوهات، راه كاينين الفيديوهات اللي كيفيدوا الناس. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، و تكيو على زر الجيم باش تساندونا، نزيدوا القدام ان شاء الله، وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي. الى اللقاء في الحلقه المقبله.